جيمين، جان كوك، الفايس مالتي، ار ام، شوغا، جي هوب، جين، في. اوه ماي جاش. البوم بي لفرقة بي تي اس. Next. How to learn Korean with BTS. كيف تتعلم اللغة الكورية مع BTS. يوروبون أنيهاسيو. السلام عليكم and welcome back everyone. بعرف بأنه الكل متحمس لحلقة اليوم والكل مستغرب ليش لابسين الهانبوك الكوري. لأنه زميلتنا أولي موجودة داخل متحف اسمه دوكسوغون باليس، القصر الملكي الكوري الذي غنوا فيه فرقة بي تي اس، وهم بعد بعض الأفلام التاريخية الكورية والكي دراما مثلوا بداخله. هلأ مش بس انه حلقتنا تاريخية وأسطورية، هم بعد جوائزنا أسطورية، واللي هم مجموعة ألعاب لفرقة بي تي اس. تخيلوا تخيلوا أرمي، كل هدول إلكم: جيمين، جان كوك، الفايس مالتي، ار ام، شوغا، جي هوب، جين، في. وهم بعد اكو جائزة خرافية، البوم بي لفرقة بي تي اس. تخيلوا كل هدول لفائزة واحدة. وهم بعد بنهاية هاي السلسلة اكو جائزة واللي هي How to learn Korean with BTS. كيف تتعلموا اللغة الكورية مع BTS. هلا هاد بنهاية السلسلة، عفو، لكن هدول الجوائز هلا بالحلقة هاي. كيف ممكن يحصلوا عليها؟ بتروحوا على قناة يو ان كوريا وبتكتبوا بخانة التعليقات التعليق اللي بدكم اياه، وقولي رح تختار الفائزة او الفائز. ما حداش يقول لي حظي بصر شنو. اوكي نو واي، لازم تجربوا حظكم. بتلاقوا رابط قناتها تحت بخانة الوصف، وهجوم عليها البارت 2 هناك رح يكون موجود على مود تشرح شرح تفصيلي عن القصر وعن احداث القصر وعن قصة القصر وقصة الملكية اللي كانوا فيها طبعا اللي غنوا بداخلها فرقة بي تي اس. انا جدا متحمس. انت جدا اولي جاهزة؟ جايز جاهزين؟ ليتس جو. Ali from UN Korea. Hello from Seoul, everyone. Bashar and Joe and hi, Ali. Hi, Ali. Shakira K-pop. Hope you guys are all safe. As you can see, I'm wearing hanbok today. And today, guys, I'm going to take you on a small tour around one of the five palaces in Seoul. This one behind me is called Doksugun Palace. Doksugun Palace. Actually, what you can see behind me is not its main gate, because the main gate is under construction right now. Ah, مش بوابة رئيسية. لأنه البوابة الرئيسية في صيانة. The entrance to the former residence of the 26th Korean King Gojong. I'm not a king or a queen, but I'm still going to go in, and I hope you follow me. أنا كمان مش كينج. ولا إحنا. هي داخلة. واو، محل بوابة هامنيونجون. هامنيونجون It's actually the sleeping quarters of the king. هاي المكان بناموا. اوكي حبيت. انت ملاحظ انه اماكن منفصلة مكان يعني غرفة النوم لحال، غرفة الجلوس لحال، مش ببيت واحد. يعني عندهم القصر الملكي موزع. rooms on the sides for their maids who were غرف الخدم لحال. هلا غرف غرفة الملك لحال والملكة لحال. اقول لك انا اول مرة اعرف هذا هو الزواج الصح. لا مش هيك، كل واحد لحال بغرفة. اسمع اولي، الهانبوك اللي لبسيته يخبل جدا. واو، لا انتظروا هاي انتظروا. غرفة مين هلا بدي اعرف. هلا هاي غرفة هاي غرفة النوم، هاي كلها غرفة نوم واحدة. So here it is, the sleeping quarters of the 26th Korean King King Gojong and his queen. As you can see, والملكة. There's one chamber, one room on the left side and one room on the right side. And also what you can هاي المبنى غرفتين. The traditional ملك والملكة. And decorating style is called kihwa. Look at the colors and the patterns. There's so elegant and so pretty. كتير elegant. جدا. الألوان تخبل. الصغر اللي فيها. انت شوف السقف وشوف التريا بجمالها. عم بتخيل حالي انا كملك نايم بهيك غرفة. ليش عم تحكي بصوت واطي؟ عشان حاطة كمامة. عشان ما حدا يصحى.
normally have one room for the king and one room for the queen, but wow. I want to tell you a very tragic story. Actually, in case of this sleeping quarters, the room for the queen was never made because the queen of King Gojong was assassinated by Japanese. تم إعدام الملكة على يد اليابانيين. فعشان هيك ما تم استعمال غرفتها. آه للأسف يعني غرفة الملك موجودة لكن غرفة الملكة ضلت فاضية. فارغة لأنه تم اغتيالها من اليابانيين كمان. لازم نعرف القصة. بتلاقوا القصة بالبارت 2 بقناتها أولي. Okay. Bashar and yeah. Joe, yes. I don't know if you've ever seen anything like this before or you know about actually this, no. I want to show you something. Follow me, please. Yeah, okay. احنا معك. Come on. Oh, okay. ولزها عن جد. حبيت هنبكها. انتظر. ايش هاد؟ Well, this is not a torture room. مش غرفة تعذيب. As I said before in one of my videos on my channel, Korean houses have the traditional heating system that is called ondol. So this Undol. Place right here under the house is called Agungi. This is Agungi. Actually where they used to heat the firebox under the house. يعني غرفة البويلر التدفئة. Oh my god. يعني هاي الغرفة بيطلعوا منها النار بتدفي البيت. عشان يدفي. واو. عن جد شوف الهندسة الكورية. لا أنا مش عم بتخيل إنه في غرفة خاصة بولعوا فيها النار بتدفي البيت. كيف؟ تكنولوجيا كورية مش معقول يا جماعة انتوا عم تحكوا عن قصر من مئات السنين او الاف انت السنين انت شوف هي كيف هيك تمشي من بهرة احلى الشجر. Okay, so as this is a royal family residence right okay. So the king would do royal all family. Of his business in here. So next to the sleeping chambers of the king right behind me is king's personal meeting room, kind of a meeting place. هون مكان الاجتماع الملكي. هون بيصير اجتماعات. Other important meetings, one-on-one. So this was actually built way before King Gojong, way before 100 years before that. So yeah, he used it. And if we move along the way here, we can see a gate to another. Probably the most important building in this whole palace is called Chunhwajeon. Chunhwajeon. هاي أهم غرفة بتقولك بالقصر. طب غرفة شو؟ هلا أنا على فكرة حمستني. بدي أشوف إيش حمستني أعرف إيش هي اللي أهم غرفة بالقصر. بدي أشوف إيش في جوا الغرفة. لا مو معقول يا جماعة المكان خرافي. احنا شفناه بالليل مع فرقة BTS بس هيك عم بشوف بالنهار. Finally moving to the place where everything happened. This is the most important part of the palace. This is the place where King actually worked. This is called again محل ما بيشتغل الملك مكتبه. And this is where the all of the state affairs were handled. If you can look in front of me, you can see a lot of different stones with engravings on them. This is actually where the officials stood according to their ranks right here. And this أسماء. Is the place where الأجداد his throne, the king's throne حسب actually حسب is. الرتب. Okay. حبيت. So this is it. Here it is. على فكرة هذا المكان بذكرني بأغنية دشويتا لأوغست دي صح؟ Look at the bright colors and هذا المكتب الخاص تاع الملك الكوري. And everything is just so elegant and posh in a way. Too much. يا جماعة مش معقول قديش تناسق الألوان خرافي والزغرفة والستايل. And behind it you can see the brand new futuristic kind of building. This is current city hall. انت شوف هيك المبنى العصري والمبنى التاريخي والمبنى التاريخي هيك قبال بعض. بس التاريخي حلو جدا. بس كمان ستايلاتهم حلو بالمعمار صراحة. بتتذكر لما كنا بكوريا شفنا ديزاينات بتخبل. As I said, this hall, Chunhwajeon Hall, served as the main hall of the whole palace. So this is basically King's working place. هاي هي أهم غرفة in the middle, there's a throne. Throne. هذا هو العرش الملكي. The whole building itself was شوف السقف. شوف الزغرف الموجودة. And if you look at the ceiling. السقف. You can see دراغون تنانين. لازم يكونوا التنانين موجودين هذا بأي مكان. Dragons here in the decoration represent the king's authority.
واو اللي بيمثل ايش؟ سلطة الملك. واو واو. بس على فكرة نفس المكان اللي كان فيه ديشويتا تذكروا؟ اوغست دي نفس يا جماعة بي تي اس بي تي اس. Everywhere around the palace you will see lots of this kind of stone sculptures of حبيت. Imaginary animals actually. هاي حيوانات حيوانات من خيالية بتقول لك. Of the palace and of the country as well as the symbol of prosperity. اللي هو رمز الاستمرارية. Palace, you can see lots of interesting things from the Korean history, you know, from Korean ancient times. Like for example, this one is called Dumu in Korean, which basically is Dumu. Kind of a storage for water to extinguish fires if necessary. And مخزون also, مخزون it has مي. One very interesting purpose. According to the legends, well, there's water stored inside of there, right? So when you look in there, it's like mirror. You see your reflection. So Koreans believe that if the devil who causes fire looks in the water, he gets scared of his own face and runs away. No way! No way! So now لما الدبل الوحش الدراجون التنين يشوف نفسه انعكاس نفسه بالمراي بخاف من نفسه بهرب. بهرب. واو. As you can see, there are a bunch of Western-style buildings in here, just like this one, for example. It is called Seokjo-dong, and as if Korean buildings have only one purpose. Seokjo-dong is a Western-style building, is a multi-purpose building. Well, when King Kojong proclaimed himself emperor, he actually used it as his new residence. يعني هذا مقر However, during the Japanese invasion, الملك the building الكوري. Was taken, and the Japanese used الكوري. It as their own. Wow. I really want to go inside, guys, and show you everything that you can see in there. But unfortunately, due to COVID-19, right now the entrance is prohibited. آه صعب تفوت جوا. But please know that when someday you come to Korea and visit this palace in this building, you can find lots of interesting things inside. أكيد. The first floor is kind of official area that was used by the king, so it's more of a public space. But second floor is more of a king's private space. There's his bedroom. Other rooms that he used طابع الأول عام استقبال الضيوف بس الطابع الثاني اللي هو البرايفت الخاص الجناح الخاص of traditional Korean architecture and a little bit of Western architecture which makes it so unique among other palaces in Seoul and also this palace is located right in the center of Seoul in the dynamics of the business centers and official Seoul city business Seoul City Hall المقر and الرئاسي بنص سيول building so حبيت. This is kind of very good contrast and you can see the beauty of both worlds هيك هذا الطراز الكلاسيكي الكلاسيكي وتحسه القديم والمودرن نعم لهلا بيستعملوه I just wanted to stop here and show you guys these beautiful flowers It's actually hibiscus flowers, but in Korean it's called mugunghwa, where mu means mugunghwa? Eternal, endless. أبدي. Why is that so? Because this flower, الأبدية. As you know, it opens in the morning and then closes at night. And no then way! بتفتح وبالليل. The beauty of this flower has no end. Endless beauty. It's actually the national flower of Korea. And it's mentioned in the Korean أبدي. National Anthem. هذا الورد الوطني الكوري. As you can see, guys, there's a lot more of beautiful wow. buildings and beautiful architecture behind me. Each of those have their own unique stories. And if you want to know their stories, please join part 2 of this video at You in Korea. هلا راح تروحوا على part 2. Bashar and Joe and everyone at Emsha here K-pop. I hope you enjoyed this Oli. Tour today. I hope it was interesting for you. Yeah. I'll see you guys in my next videos. Until then, please all be safe. 안녕. 안녕. 사랑해. Okay guys, هيك part 1 يعني الجزء الأول انتهى لكن أكو part 2 وين بتلاقوه؟ على قناة يو إن كوريا طيب إذا رحتوا هناك حتربحوا كل هاي الجوائز تخيلوا وهم بعد ألبوم بي أوكي كيف ممكن تربحوا كل هاي الجوائز؟ لما تروح على قناة يو إن كوريا بخانة التعليقات اكتبوا التعليق اللي بدكم إياه وأولي رح تختار الفائزة أو الفائز طبعا good luck everyone وهم بعد ممكن تطلبوا من أولي إنها تطلع على متحف هايبي
يعني هو مكان فرقة بي تي اس وهم بعد متحف اس ام، ممكن تطلع وتصور هناك كل شيء، لأن أولي هي طبعا عم بتساعدنا على مود تغطي كل هاي الأماكن. لكن على أمل أنه حلقة اليوم استفدتوا منها وعرفتوا المتحف الملكي اللي غنوا فيه فرقة بي تي اس، وهم بعد مشاهير الكي دراما ومشاهير الكي بوب كتير غنوا هناك وعملوا يعني كونسرت وبرفورمرز كتير كان حلو هناك بصراحة. فأنتوا لازم تشوفوه عشان تعرفوا هذا المكان. يا بتلاقوا البارت 2 بقناة يو أند كوريا، أكو معلومات هواي هناك هتشرحها أكثر، رح تفيدكم سواء كانت معلومات وهم بعد جوائز لكم. بالنهاية يورابون أنيو see you next video.